على غير العادة ولأول مرة في البطولة المحترفة الأولى، ستشهد ديربي جديد سيزيد من إثارة البطولة المحترفة عندما يلتقي أمام الأربعاء باتحاد البوليدا برسم الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس. ما سيزيد من حلاوة الدربي المتجه هو إجراء المباراة على ملعب مصطفى تشاكيرا، أين من المنتظر أن يتزين من دون شك بألوان الفريقين، خاصة أن المواجهة الأولى التي تجمع بين أبناء البوليدا في المحترف الأول. تاريخ مواجهة الفريقين يعود لموسم 2013-2014 في المحترف الثاني، حين فاز أمام الأربعاء في الذهاب، فيما كانت الغلبة في العودة لاتحاد البوليدا. المواجهة ستحمل بعض الخصوصيات في اللاعبان أميري ونوبلي، سيكونان في مواجهة فريقهما السابق أمام الأربعاء، أما اللاعب غزلان فسيجد نفسه مضطرا لملاقاة اتحاد البوليدا. دربي واعد أوجب على مسؤولي ولاية البوليدا اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل إنجاح العرس الكروي المحلي. لذلك وخلال الاجتماع التقني الذي يسبق المباراة، تم الاتفاق على تقاسم تذاكر المباراة بالتساوي بين أنصار الفريقين، فيما تم تحديد سعر التذاكر ب200 دينار للمدرجات المكشوفة و500 دينار للمدرجات المغطاة. أما أبواب الملعب فستفتح في حدود الساعة الثانية زوالا. أرضية الميدان التي لطالما كانت في أحسن أحوالها، فلم يبخل القائمون على الملعب بمجهوداتهم من أجل تجهيزها في الموعد المحدد. هنا أرضية الميدان في كل مرة كان على رأسها الانجينير مونغلا عمر، اللي هو قائم على الفرقة تاع عمال المركب، هم قائمين بها في الصيانة تاعها دائمة. ولا ننسى باللي بعد الحر اللي جاز على علينا في شهر أوت وخلال هذه الأسابيع اللي مضت، جازت مرحلة جد حارة واللي كانت تطلب مياه كثيرة ووقوف بجدية لكي تكون الأرضية دائما في حالة جيدة. كل هذا يأتي من أجل إنجاح الدرب الأول بين الفريقين في القسم المحترف الأول، والذي ينتظره عشاق الفريقين بصفة خاصة والجمهور العريض بصفة عامة. فلمن ستعود الكلمة يا ترى؟